أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. اليوم إن شاء الله لدينا درس الشكل وتطبيقات الكتابية، الفهم والشكل. كذلك أيضا لدينا التعبير الكتابي، الترخيص، التخطيط وكتابة المسودة. جميل. إذا أحبتي أقرأ النص قراءة صامتة ومن بعد قراءة جهرية. إذا الإنسان والرسم. الرسم إبداع من الفنون الجميلة التي اهتم الإنسان بها منذ الزمن القديم، فقد رسم حيوانات وأشكال هندسية على الصخر واللوحات وجدران البيوت والمساجد والمعابد، لكونه يعتبر الرسم أقرب وسائل التعبير عما تكنه نفسه من أحاسيس نبيلة. إذا نعود قراءة النص. الإنسان والرسم. الرسم إبداع من الفنون الجميلة التي اهتم الإنسان بها منذ الزمن القديم، فقد رسم الحيوانات وأشكال هندسية على الصخر واللوحات وجدران البيوت والمساجد والمعابد، لكونه يعتبر الرسم أقرب وسائل التعبير عما تكنه نفسه من أحاسيس نبيلة. جميل. إذا الآن نمر إلى أفهم. إذا السؤال الأول، أنجز شبكة مفردات لكلمة رسم. إذا أنجز شبكة مفردات لكلمة رسم. دائما غنعطيكم واحد القاعدة باش تفرقوا، حيت كاين بعض التلاميذ ما كيفرقوش ما بين عائلة ومفردات. ياك مفردات بمعنى هذاك الشيء اللي كيخص ديك الكلمه، بحال مثلا عندنا الرسم، ياك اوراق الرسم، اوراق اقلام ملونه، فرشاه صباغه، صباغه، هادو كلهم مفردات لكلمه رسم. يعني الا ذكرنا كلمه رسم اوتوماتيكمون في العقل ديالنا كنتصوروا اقلام الرسم، كنتصوروا اوراق الرسم، الفرشاة الصباغه، داك اللوح الخشبي اللي كتحط عليه ورقه الرسم بالنسبه للرسامين الكبار، يعني بزاف. اما فيما يخص الا تحت لكم عائله كلمه مثلا رسمه، الا تحت لكم عائله كلمه رسمه بمعنى عائله، يعني دوك الحروف الاساسيه اللي عندكم اللي عطاوكم، بحال دابا هنا عطاونا رسمه، عندنا حرف الراء والسين والميم. اذا الا عطاونا عائله ضروري اي كلمه درناها خص تكون فيها الراء والسين والميم، خص يكون فيها هاد الحروف الاساسيه اللي تعطاونا. هذا هو الفرق ما بين العائله والمفردات. العائله ضروري يكونوا فيها دوك الحروف الاساسيه اللي كاينه في ديك الكلمه اللي تعطات لنا. مثلا هنا نديروا عائله كلمه رسمه، عندنا مثلا رسام، مرسم، يرسم، رسوم. هادو هما الكلمات اللي من عائله رسمه، من العائله ديالو، يعني من الحروف الاساسيه ديالو. اما الا قلنا فقط مفردات، المفردات هي فقط داكشي اللي عنده علاقه بهذا الفعل هذا، بحال مثلا عندنا كلمه رسمه، عطاونا انجز شبكه مفردات كلمه رسمه، بمعنى نعطيو دوك الاشياء او دوك الاشياء اللي عندها علاقه بهذه الكلمه، بحال مثلا اقلام ملونه، اوراق الرسم، صباغه، فرشات، الى غير ذلك. جميل. نتمنى تكونوا فاهمين احبتي الصغار، حيت كاين بعض التلاميذ ما كيفرقوش ما بين مفردات وعائلات. جميل. اذا كما قلت لكم انجزوا شبكات مفردات لكلمه رسمه. اذا انا اختاريت لكم هذه الكلمات. هادو عندنا فرشاة الصباغه، اقلام ملونه، صباغه، اوراق الرسم. انتم ديروا شحال ما بغيتوا، المهم تكون عنده علاقه بالرسم. مثلا كنتم ديروا المرسم، يعني اي حاجه عندها علاقه، او لوحه تشكيليه، جداريه، كذلك ايضا جداريه من عائله رسمه، يعني جميع الكلمات لها علاقه بكلمه رسمه. جميل. إذا دابا عندنا السؤال الموالي، أبين لماذا اهتم الإنسان بالرسم. إذا عندنا هنا في النص، لكونه يعتبر الرسم أقرب وسائل التعبير عما تكنه نفسه من أحاسيس نبيلة.
اذا يمكن نقولوا اهتم الانسان بالرسم لانه يعتبره اقرب وسيله للتعبير عن احاسيسه النبيله بهذا الشكل مثلا. اذا يمكن نكتبوا اهتم الانسان بالرسم لانه يعتبره اقرب وسيله للتعبير عن احاسيسه النبيله. اذا عندنا السؤال الموالي، لماذا رسم الانسان القديم على الصخر؟ اعيد، لماذا رسم الانسان القديم على الصخر؟ في نظركم علاش رسم الانسان القديم على الصخر؟ سهله، لانه في ذلك الوقت لم تكن هنالك اوراق الرسم، او تكون هنالك مثلا فرشاة وصباغه، يعني لم تكن هنالك الاشياء المتاحه لنا حاليا، فقط عدو هو الاحجار كما شفنا في التاريخ، هذوك الاحجار ديال الثقيل المسقوله، وبعض انواع الصباغه اللي كيخرجها من بعض المحارات يعني اللي كان في الساحل في البحار، داكشي هو اللي كيستعملوا الاحجار، كان كنحت على الاحجار. اذا هذوك هما الوسائل اللي متوفره عنده. اذا يمكن نقولوا رسم الانسان القديم على الصخر لانها الوسيله المتوفره انذاك بهذا الشكل صغاري. اذا رسم الانسان القديم على الصخر لانها الوسيله المتوفره انذاك. جميل. اذا الان نمر الى السؤال الموالي، اشكر من بدايه النص الى القديم، يعني هنا اللي ما مشكورش. اذا نلقاو الرسم ابداع من الفنون الجميله التي اهتم الانسان بها منذ الزمن القديم. اذا صغاري بهذا الشكل، الرسم ابداع من الفنون الجميله التي اهتم الانسان بها منذ الزمن القديم. احسنتم. اذا عندنا سؤال موالي وصحيح، اذا اقوم بتصحيح انجازاتي بتعاون مع اصدقائي وصديقاتي تحت اشراف استاذي او استاذتي. جميل. اذا دابا نمر الى التعبير الكتابي. اذا الترخيص، التخطيط، كتابه وكتابه المسوده. المسوده هي ورقه الوسخ اللي كنقول لها، يعني شي ورقه هكا بيضاء تكتبوا فيها الافكار ديالكم، هذيك هي المسوده. جميل. إذا ألخص الفقرة الأولى من النص القرائي جداريات الشمس، يعني باتباع هاد الخطوات هادو. إذا نقراو الخطوات ومن بعد نعطيو تلخيص لهذيك الفقرة. جميل. إذا أتمرن على التلخيص باتباع الخطوات الآتية. أولا قراءة الفقرة قراءة مركزة. علاش؟ حيت إلا قمتم بقراءة الفقرة هكا كتضمنوا أنكم فهمتوا الموضوع. اذا نعاود لكم، اذا كما قلت لكم قراءه الفقره قراءه مركزه، يعني نقراوها ونعاود نقراوها باش نفهمها مزيان. الا قريتوها هكا كتضمنوا راسكم انكم فهمتوا الافكار او الفكره الموجوده في النص. جميل. اذا من بعد غادي نشوفوا عدد الكلمات، احصاء عدد الكلمات في الفقره فقط هكذا بالعين المجرده، نشوفوا عدد الكلمات اللي فيها. اذا تحديد الجمل الاساسيه، الجمل الاساسيه هي الفكره، الفكرات الاساسيه او الافكار الاساسيه في هذه الفقره هذه. اذا ضبط الكلمات المفتاحيه التي لا يمكن الاستغناء عنها، يعني الكلمات اللي كتحدد على هذاك الموضوع اللي كاين في ديك الفقره، الكلمات التي تهم يعني من مفردات ذلك الموضوع، يعني هذوك ما يمكنناش نستغناو عليها احبتي الصغار. جميل. اذا تحديد الفكره العامه، الفكره العامه على ماذا تدور هذه الفكره، على ماذا تتحدث هذه الفقره او الفقره. جميل. تلخيص جمل الفقره، اذا في الفقره ضروره تلقاو جمل، جمله حدها جمله حدها جمله، اذا وعندها روابط، ياك راه الفاصله الفاصله ثم النقطه. اذا كل جمله غادي تحددوا ليها الفكره ديالها او غادي تقوموا بالتلخيص ديالها. جميل. اذا تلخيص جمل الفقره، تم الربط بين الجمل وتوظيف علامه الترقيم. من بعد ما حنا لخصنا دوك الجمل اللي كاينه في الفقره نديرهم تلخيص بسيط، الى لخصناهم غادي عاوتاني نعاودوا كتابه ديالهم بالربط ديالهم بواسطه علامه الترقيم اللي هي الفاصله، النقطه، المزدوجتين، علامه الاستفهام، علامه التعجب، الى غيرها. جميل. اذا هنا مراعاه سلامه اللغه وخلو الملخص من الاخطاء. اذا خصنا نراجعوا داك التلخيص اللي درناه، نشوفوا ياك ما فيش شي اخطاء املائيه، وكذلك ياك ما فيش شي تناقض بين الكلمات،
جميل. اذا الا تتعدى كلمه ملخص ربع او ثلث عدد كلمه الفقره. من بعد ما درنا التلخيص ديالنا ما خصوش يكون كبير، ما خصوش مثلا نكتبوا واحد الفكره اساسيه تكون اكبر من الفقره، لا خصها تكون اقل من الفقره، اقل من الفقره. جميل. من بعد غادي نكتبوا المسوده اعتمادا على الخطوات السابقه. جميل. اذا نحن نرجعوا نقراو ديك الفقره ومن بعد نديروا لها التلخيص. اذا صغاري دابا هذه هي الفقره الاولى، اذا نقراوها. ارتبط اسم أصيلة في مهرجانها البديع بالجداريات زاهية الالوان، ولعله المهرجان الوحيد الذي لا تنتهي اثاره بانقضاء موعده، فتلك اللوحات الجذابة الغنية بالتفاصيل تظل معروضة على جدران المدينة تغازل عيون المارة حتى حين الموعد حتى حين الموسم الجديد. ولم يكن التفكير في الجداريات محض مصادفة، فبعد ان كان موسم أصيلة ينقضي كانت تغرق شهورا طويلة في صمت الكئيب والعزة الحزينة تحت وطأة البرد والموج الهائج. لذلك فإن جدرانها الملونة ستحملنا نوعا من الذكرى والتواصل يظل قائما حتى بعد أن يرحل الجميع. جميل. إذا إلى لاحظت معايا هنا درت واحد الفكرة، فكرة قصيرة جدا لكن فيها جميع الكلمات. ارتبط، مهرجان، أصيلة، الجداريات، البديع. إذا الموعد، الموسم، هادو هما الكلمات المفتاحية أو الكلمات الأساسية. إذا هذه هي الفكرة اللي درت أنا، يمكن لكم نتوما ديروا تجتهدوا ديروا أحسن من هذه. إذا جميل. إذا ارتباط مهرجان أصيلة بالجداريات التي تظل تذكر المارة بالمهرجان البديع حتى حين موعد الموسم الجديد. إذا هذه هي الفكرة الأساسية التي كانت عليها هذه الفقرة هذه. جميل. إذا أحبتي بهكذا سرينا الحصة ديال اليوم، نتلاقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.